الله يحرم ولاده مش بيحرمنا من ابوي وامي. يلا لا لا يا ابوه. هذا حال أطفال درعا هنا في الطرقات، لا توجد أي مظاهر للعيد، القناصة منتشرون على الكثير من الأبنية، والأهالي يخشون من إرسال أولادهم للعب خارج المنزل، ناهيك عن وجود ألعاب في الساحات أصلا، فالعيد متوقف هنا منذ عامين. حرمونا العيد وحرمونا ان نشتري اشي، وفسع كنا نلعب ونضحك وكل شي، وكنا ناكل حلو، وفسع صرنا نشوف نتفرج على الصواريخ وعلى كل شي. لم تقم صلاة العيد هنا ككل عام، تخشى قوات الأسد من خروج مظاهرات، فانتشرت عسكريا منذ صباح اليوم الأول من عيد الأضحى على أبواب المساجد، فامتنع الناس عن تأدية صلاة العيد خشية وقوع مجازر جديدة. تزعل انا لانه هاي السنه ما في عيد، وبتمنى انه هذول اللي برا انهم يحسوا فينا وبشعورنا اللي هون احنا عايشين. كل يوم بيضربونا بالقذائف والصواريخ، بنفوت على الاقبيه بنتخبى بنظن نايمين فيها. إذا كباقي مدن سوريا لم تخلف دبابات في شوارع درعا سوى الحسرات في قلوب الأهالي الذين فقدوا أحبابهم وأشغالهم، وسرقت منهم ومن عيون أطفالهم فرحة العيد، ويقولون أن كل شيء في حياتهم مؤجل إلى حين سقوط الأسد. في موعده.